قومي ينامي يا بنت الحلال، لا تطيحين علينا. ما فيني نومة، احتري راشد عشان احط لكم العشاء. ما فيكي نومة شلون؟ وهذا وش عطاس على الصامت هذا؟ قومي ينامي، ما عليك من راشد لا جانا خليه يسوي روح اكل، يلا ما عليك قومي. انزين يلا تصبح على خير. وانت من هذا يلا. الو، ايه يا ولد مشاعل. اقول احترم نفسك، وانا اسمي راكان وامي لا تجيبها على لسانك. ما عليه، المهم اسمع، اقدر اقول لك اني محتاج 150,000، وهذا ثمن سكوتي عن حادثه عبد الله عثمان، واذا ما امنتها لي تراني ببلغ الشرطه. واسمع وافهم زين، ترى ما عندي وقت، مستعجل مره. اسمعني زين. المهم راح اتصل عليك الساعه 2 الظهر عشان اخذ ردك، فمن له. الو الو، خير وش فيه؟ نفس الشخص اللي دايم يهددني، متصل عليها المره يبي فلوس. اخ بس لو عرف منه كان نعرف شلون نوصل له. خير يا شباب، وش فيكم صوتكم طالع؟ الشخص اللي هددني متصل يبي فلوس. يا ليتني سامع صوته، يمكن تعرفت عليه. العشاء حيبرد، خليه يروح ينامي. حاضر. يوم بعد يوم تتغير يا راكان، ما يكفيني الوحدة اللي أنا فيها، عديت الأيام والسنين علشان تكبر وتتزوج وأشوف عيالك، شوف يوم كبرت ما عاد صرت تسأل عن أمك. هدوا أعصابكم يا شباب، كل مشكلة ولها حل. أكيد ما يبيلها تفكير، هذا واحد جالس يطقطق ويستهبل عليكم، لا تعطوني شيء. وش قصدك؟ يعني ممكن يكون واحد يعرفنا وجالس يستهبل، وش اللي ندفع له 150؟ أكيد أنه مو بصاحي. لازم نعرفه قبل لا نعطيه. هذا ودك؟ وش يبي بعد؟ ألو؟ خليني أكلم هالحيوان النذل. إن كانك رجال خلينا نشوف وجهك. خلاص يا راشد، خلينا نفهم الرجال ونسمع كل شيء. أنا أقول بسنا بنايات وحديد وخنقة، خل نطلع مزارع، شوية مواشي، شوية طبيعة، مو أحسن؟ يلا تصبحون على خير. يا حليلك. وأنا يبا، مشروعي مطول؟ أنت توك نص دكتورة، يعني ها تكاتيرة، بس تخلصين لنا كلام ثاني. ولا تنسين عمتك مديرة المستشفى إن شاء الله، بس تخلص تخصصها. وإن شاء الله بنخليها أحسن مستشفى ولادة وأحسن مكان بالرياض، بس على شرط. وش الشرط؟ أكيد تبين نرجع رأس مال المشروع. لا يا بنيتي لا، المشروع اللي ما فيه شيء لله تراه يقرق، وأجرنا على رب العالمين. ما شاء الله عليك يا يبا، ما تنسى شيء. الحمد لله. سكر الخط. طيب وش أسوي الحين؟ لا تسوين شيء وانسوه. وش اللي قاعد تقوله أنت؟ وش اللي أنساه وما أسوي شيء؟ الرجال قاعد يوصف لي الحادث كأنه معنا بالصور. راشد. نعم. كم فيه الصندوق؟ الصندوق؟ لا الصندوق فاضي، بس أقول لك فيه زبون ناوي يشتري سيارة من عندنا وبيدفع عربون فيها 150,000 ريال. 150,000؟
قل له نصيبك، خذ من 150,000 وجبها لي. متأكد؟ هي متأكد. خلاص بكرة خليه يجي يوقع العقد. مساء الخير يا أمه. مساء النور. ايش فيك جالسة هنا؟ استناك نتعشى سوا. لا يا أمه بصراحة مالي نفس. بطلع أنا منها. تصبحين على خير. تمنى على خير. الله يرج بليسك يا خالي، أنا بفهم حاجة واحدة، الأفكار هذه أنت منين تجيبها؟ اسمع، لا تقعد تلعب علي بهالكلام الحلو. الفلوس أبيها كاملة، ما تنقص ريال. قلت لك يا خالي خلاص، اتفقت مع الزبون بكرة يجي ياخذ السيارة. يعني مالي يدك منه ولا أعطي فرصة للركان؟ لا 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 لا، لا. خليك على منت عليه. وبعدين تعال. ما قلت لك كم مرة لا تغلط علي في الجوال؟ وش قلت طيب؟ وش قلت؟ تكذب؟ اسمعك أنا بإذني أنت تقول له هالنذل الحيوان. أنا نذل وحيوان خالك؟ لا لا محشوم يا الخال وش دعوة؟ بس يعني أنا قايل الركان يعني أنا أفداك بروحي. يعني تعرف يعني لزوم هالكلام عشان المصداقية بس. إيه. ولا وإني أشك في سالفة المصداقية هذه والكلام كله من جوات قلبك، لكن هين عشان المصداقية ثور فيني من سبة مثل ما تبي. إيه هذا خالي اللي عارفه أنا. راح جبل العشاء خلناك. يلا أبشر. يلا وهذا العشاء. صباح الخير. صباح النور. بشر صار على المعامله. ابغاك تعذرني يا ساتي، معاملتي كبالها يومين بتخلص. يومين؟ يلا ما عليه، ما قصرت. انا بس بغيت اسالك بخصوص عبد الله العثمان. قبل كم يوم كان موجود عندكم هني، وش عنده؟ ما راح تصدق لو قلت لك الرجال ناوي يترك العقارات ويتجه للاغذيه. الاغذيه؟ وش بيسوي؟ يعني معمل البان ومشتقاته. الله يوفقه ان شاء الله. مشكور انت ما قصرت. على اذنك. مشكور. تفضل استاذ عبد الله. هذا ملف مشروع الالبان بالكامل بكل تفاصيله وبالصور كمان. وبالصور كمان؟ ما شاء الله عليك. يعني صور كروكي الارض اللي راح يصير عليها المشروع، مساحتها وكل ابعادها. استريح استريح. بس يا جبران انت ما شفت الارض؟ الارض ارض وين ما كانت. وفي كمان صور وكتالوجات لكل الالات اللي راح نستوردها من برا، يعني الات الحلب والفرز والتعبئه. شيء حلو. وكل معمل شو تكلفته وشهاده الضمان تبعه. حلو وانا موافق، وموافقه وزاره التجاره بكره تكون جاهزه. بهي السرعه؟ الا بهالسرعه، في ناس تنتظر الشغل والمشاريع. معك حق. أبي عيال القرية يحسون بالتطور اللي صار عندهم. ترى التطور مو بالمدن بس. إلا على فكرة يا جبران، كل العروض اللي قدمتها لي ما فيها عرض من إنجلترا، مع أنك عندك جنسية إنجليزية وزوجتك إنجليزية. معك حق. شلون فاتتني هاي ما بعرف. بوعدك مرة ثانية ما أنسى. وش رأيك نعرض على أحمد المشروع؟ لا لا، أنا برأيي على مهلي شوي، بخاف يتعطل على دراسته. لا تخاف على أحمد، أحمد ولدي وأعرفه زين، يعرف ينسق أموره ويدبر نفسه. أتصل فيه. ألو؟ هلا يبا. هلا يبا. أقول يبا بغيتك بخدمة. تفضل أمرني.
واخذ موافقة وزارة الصناعة على المشروع. يعني تقدرين تقولين كل أموره جاهزة هالسهولة؟ معمل ألبان ومشتقاته، معمل كبير وضخم، مواصفات عالمية وتجهيزات حديثة. بصراحة هذا الشغل من كان يتوقع أن هالأفكار تطلع من عبد الله؟ شيء مو معقول. لوين يبي يوصل هالإنسان؟ وليش هالعصبية يا الغالية؟ حنا بعد نقدر نفتح معمل بتجهيزات حديثة ومواصفات عالية. والله شاطر يا عبد الله، فكرة مربحة. وأي مشروع في أكل وشرب ما في خسارة وربحه مضمون. خلوني أفكر، الموضوع صار جد. الله يهديك بعد، هالموضوع ذا ما يبي له تفكير يا أمه. لازم نفتح معمل أحسن من معمله. تفكر الموضوع سهل يا أبوي، المشروع هذا يحتاج ملايين، ولا تنسى أن احنا عندنا مشروع المجمع الطبي. عاد يا خالد انت يعني لازم تعقد الأمور، ترى احنا بخير والوالدة ما تقصر. ما شاء الله مشروع البان، لا 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 مشروع ناجح ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله. عاد اقول لك الوالد لما كلمني قبل شوي طلب مني اجيب له عده عروض واجيب له اسعار عن هالمصنع، قلت له ابشر ولا يهمك. يا سيدي الله يبارك لكم فيه ان شاء الله. عاد انا استاذنك بروح ازور خويي اللي في المستشفى. اي خوي؟ يا رجال اللي كلمتك عنه ذاك اليوم. ايه صح صح صح، الا قل لي متى بتعرفني عليه؟ خلني اعرف انا زين ان شاء الله بعدين اعرفك عليه. يلا استاذنك. اوكي جايز سي يو. صح يا شلون يبي يعرفني على خويه اللي ليه الحين ما يعرفه؟ الله العظيم. الحقيقه سالم شاب كويس، يعني فيك تقول يعتمد عليه، ذكي حيوي نشيط، ما بيقول لا على شيء وبيحب يعمل كل شيء، وفوق كل هاد طيب وامين. الحمد لله ما خيب ظني فيه. اقول جبران وش رايك نحطه بمشروع معمل الالبان، نعطيه الثقه بنفسه اكثر. فكره ممتازه. اصلا احنا بالبدايه لازم نجيب ناس نثق فيهم، وهذا الكلام صحيح. على بركه الله. ها عجبتك خلاص اتفقنا ان شاء الله. وهذه فلوسك متى بتخلص اوراقها؟ ابد، تمر علينا بكره تلقى الاستماره جاهزه ان شاء الله تستلمها. ان شاء الله. يلا في امان الله. في امان الله، مع السلامه. سويت شراء السيارة ولا لا؟ ايه ابشرك انباعت، وهذه فلوسها. كم هذه؟ مثل ما اتفقنا 150,000. الله لا يبارك له فيها. وانت ناوي تروح لحالك؟ شو اسوي ابن الحلال؟ من الصبح وانا قاعد ادق على خلف وجواله خارج التغطية. لا 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 لا، انا اللي بروح له، انت مو لازم تطلع بالصورة الحين. ما تدري لو يصير شيء ولا شيء، عشان انا اعرف اتصرف. حتى لو جاب الشرطة بقول لهم انا اللي سويت الحادث مو انت. بصراحة ما ادري وش اقول لك يا راشد، لكن فعلا انت قاعد تثبت لي انك اخ حقيقي. هذا الكلب اتصل، رد عليه. طيب رد. الو. الحين تنطلق على حي السويدي عند الكبري وبتنتظر مني مكالمه ثانيه. اسمع انت، بلا تسوي علي ذكي وتبلغ الشرطة، لانك يا ذكي لو بلغتهم راح اقول لهم بكل بساطة انه يبي يرشيني. اي يبي يرشيني عشان اسكت عن الحادث اللي شفته. ان شاء الله ان شاء الله، الساعة 2 بالضبط بكون عند كبري سويدي. خلاص انتظرك انا. اسمع. وش في بعد؟ نسيت اقول لك، جيب معك 5,000 زياده، مو كثير 5,000. تعرف ابي اسدد الجوال ومصاريف. يا اخوي الكلام معك مكلف كثير. يلا فما لا. أخوي أنا طالعة، تبي مني شيء؟
لا لا ما بنبقى شيء، روحي روحي الله معك. خير؟ ايش عندك؟ اشوفك فرحان وسعيد ومسرور والضحكه شاقه وجهك. ما في شيء، انا مبسوط. ضحكتي تضايقك ولا تتنكد عليكي؟ بالعكس، الله يسعدك ويفرحك يا اخوي، انا اهم شيء عندي بالدنيا سعادتك. طيب ها روحي، ما في شيء، روحي. يلا مع السلامه. مع السلامه. والله مشروع حلو طلعت، ما انتهين يا عبد الله، كل يوم طالع بفكرة جديدة. في ايش تفكرين؟ معمل الألبان، ليش ما نسبقه؟ أنا الغلطان اللي علمتك عن الموضوع، كأن الموضوع عجبك وناوي أعطيك مكافأة على الموضوع، بس شلون نسبقه؟ شلون يا مشاعل؟ شلون؟ الحين تنزل وتنزل إعلان بكل الصحف في المملكة، مو صحيفة واحدة، كل الصحف بالمملكة. إعلان عن إيش؟ احنا من زمان ما نزلنا اعلانات. مثل ما قلت لك، تروح تنزل اعلان ان احنا ابتدينا تنفيذ المشروع، وتطلب مهندسين زراعيين وعمال عندهم خبره بنفس المجال، واهم جمله تضيفها في الاعلان ان المشروع وطني ويدعم عجله التطور في المملكه، فاهم؟ طيب ماشي، بس احنا مثل ما قلت لك، ومن بكره ينزل الاعلان بكل الصحف في المملكه. حاضر، على أمرك. الله يستر منا هذا، ليكون قاعد بس يمرمطنا. إيه هذا هو اتصال. الو، هاي الحبيب، وصلت؟ اي وصلت ومنتظر حضرتك. مشتاق لشوفتي. ما راح اخليك تفرح بشوفتي، يعني ما قصد، يعني اقصد وش تبي بشوفتي انت؟ ما عليك مني. شف على اليمين قدامك بخمسين متر في صراف، تشوفه؟ ايه شايفه. وش فيه؟ ايه شف، تنزل وتحط الفلوس بالكيس داخل كابينة الصراف. بس وين رايح؟ وين؟ أنت من جدك تبي تنزل؟ يمكن الرجل مسوي لك مقلب ولا شيء. مقلب؟ أي مقلب؟ إيه مقلب، يمكن بينك وبين ثار، يمكن ما هو بنتك، يمكن بينه وبين أهلك، ما تدري يا أخي. لا تنسى أن عندكم شركات وفي منافسين، خلني أنا أنزل أحسن. اللي تشوفه خذ. المهم إذا شفت شيء صار ولا شيء انحش وخلني، ما عليك مني. زين؟ راشد بصراحة أنت كل يوم تكبر بعيني، وفعلاً أنت صديق وأخو صدق. المثل اللي يقول رب أخ لم تلد أمك، ونعم الأخو يا راشد. لا وش دعوة، أنا تحت أمرك يعني، بس أنت براقب زين. ها أوكي.
أقولك الحين حطيت الفلوس وش منتظر؟ اطلع امش خلاص. طيب طيب. وبعدين اسمع، من ذا اللي معك؟ أقول اطلع أنت وخويك قبل لا أفقد أعصابي، وتراني لو فقدت أعصابي مالي ماخذ الفلوس. خلاص أنت بتشوفنا، إحنا نمشي. أخوي ذا بيهبل فينا، ذا هذا شلون يشوفنا؟ شلون يشوفنا إحنا ما نشوفه أصلاً؟ لا لا اسمع اسمعني، بيني وبينك ذا يا أخي داهية مصيبة. مثل ما قلت يا راشد، هذا داهية، وبعدين هذا مو بالحالة، أكيد مع ناس قاعدين يراقبوننا، بس أنا منقل ما أدري وينهم فيه. طيب خلينا نمشي خلينا نمشي يا رجال خلاص. بنمشي بس يا أخوي الفلوس ترى في الصرافة للحين ما حد أخذها. إي ما اللي بيجي ياخذها ما دام إنه قاعد يشوفنا، أكيد قاعد يشوف الفلوس. امشي بس. وين ركان؟ طلع هو راشد. طلع وراشد ايه. رح 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 جيب لي شاي يلا. حاضر. الوالدة هلا يمه، ان شاء الله انتظريني على الغداء بجيك. مع السلامة. وين اللي موعدنا على الغداء؟ أجل العزيمة بعدين. تعال. هلا 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 يلا حي الشباب، وينكم فيه؟ من اليوم انا مقطوع انتظركم. وين كنا فيه يعني؟ كنا نعطيها المجرم يا اخوي هالفلوس ال 150,000 اللي انت ورطتنا فيها. وحساكم عرفتوه؟ عرفناه. هذا مستحيل نعرفه، هذا مجرم. مدام فيها مجرم وما مجرم انا بروح اتغدى عند اهلي. السلام عليكم. اصبر بعد، انا بروح اتغدى مع امي عزمتني، واذا جيت حكيت لك سلفة الشيطان ده. عز الله ما تغديت. دبر نفسك يا اخوي، توني معت الرجال 150,000 وبعد مسدد له جواله ب 5,000 وتبي نغديك بعد؟ يعني ما في غدا ها؟ خير. انت يا ولد اي وين الشاهي؟ ما في غدا بس شاهي. وين راح الغبي؟ تقول عني غبي بعد؟ يلا سلام. تعال طمني. شو اطمنك فيه؟ الفلوس. الفلوس ما قلت تحطهم في مكينة الصراف؟ حطيتهم في مكينة الصراف. صار ادفنك يا اخي. ما ينمزح معك انت. خذ خذ. وهذه الفلوس. والله ما انت بسهل يا الخال. صدق يوم ركان قال عنك شيطان. شيطان سكني. ما تفرق. اهم شيء حلالي يرجع لي. وهالفليسات مو بكثير لكن الجاي اكثر. والله لا خليك تعوم في السحاب بالفلوس. اسمع اقعد هنا، ابى اروح ادس الفلوس هذه وجهي ولا تلحقني. هذه اخرتها الحين؟ تبي تطردني خلاص؟ انعثر هنا، هذا اخر. ايه ما ادري عنك يا الخال، بس ماشي معك بشوف شخرتها.
اللي فهمته من جودات انه الكل رفض شروطنا. ليه انت ما اتفقت معاهم على شروطنا؟ طبعا ولو يا استاذ عبد الله. طيب وش اللي صار؟ اللي صار انه جودات عم بيقول لي فهم شغله وحده منهم بس، انه كل العمال ما راح يشتغلوا وبالاجماع كمان. بس هيك احنا راح نخسر شغلنا. شو رايك استاذ عبد الله انه نجبرهم على الشغل؟ لا يا استاذ جبران، اذا ما عاجبهم الشغل خلاص استغنى عنهم وجيب غيرهم. شلون استغني عنهم؟ هيك معناته راح نرجع نستنى من جديد. دام ما عاجبهم شغلنا خلاص نستنى. طيب ليش نحن ما بنحاول نغير بشروط العقد؟ مثل ما بتعرفوا حضراتكم بانه هدول معلمين بناء وبجوز هاي يعني حاسين انه الراتب قليل. حتى هذا الموضوع جودة ما نسي وحكى معهم ورفضوا رفض تام. عم بيقولوا انه عندهم اسبابهم العائليه. إيه معناتها خلينا نسفرهم؟ لا لا حرام. حرام يقطع رزقهم، مو ممكن شايفين رزقهم عند غيرنا. أنا أقول سوي لهم تنازل ونقل كفالتهم. معقول؟ نحن منجيبه ونعطيهم لغيرنا؟ طول عمرك تحب الخير. بيض الله وجهك. عموما يا جماعة لا تشيلوا هم. أنا راح أحكي مع جودات وخليه يتصرف بالموضوع. خير إن شاء الله. أنا آسف يا جماعة أخرتكم اليوم. تفضل. والله انت الرقيقة والحساسة. وي انت من هي الرقيقة والحساسة؟ انا قلت رقيقة وحساسة؟ ايه شلون تسمع انت؟ لا يا اخوي اقصد الخوي ذاك اللي قلت لك عليه مسكين رقيق وحساس يا شيخ. لا يا شيخ. ايه لان شايف مخي على قدي. اخلص مني هذه. هذه بنت ارق من النسيم. انا اليوم فرحان واحس اني طاير بالسماء. خف علينا يا الرومانسي. اسمع انا اليوم مبسوط وبيك تنبسط مثلي. قم امشي عزمك على عشاء في مطعم يحب قلبك على حسابي. أقول روح بس روح روح. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. أحلى إعلان. شو السالفة يما؟ إعلان مشروعنا الجديد. أكبر مناقصة لشركة عبد الله. نبي نسبقها لهالمشروع. يوه عادي يما. عبد الله عبد الله عبد الله. خفتونا بعبد الله. عموما الله يهنيكم مشروعكم. سلام. وين رايح؟ ركان. ركان. إيش هالولد؟ اللي ما يمديه يجلس قام وطلع. شباب على قولتهم العصر الجديد عصر السرعه. اقول وش رايك في الاعلان؟ ممتاز. ايش قال الاعلان؟ عادي خلي يسوي الناس المشروع، وين المشكله؟ غريب كيف عرفوا بمشروع الالبان تبعنا؟ برضه عادي. بس نحن لسه ما اعلنا ولسه ما باشرنا. معناتها في عنا واحد بالشركه عم يعطيهم الاخبار. وليش ما فكر بالموضوع قبل مثلا؟ احتمال وارد. يا جماعه ما بيكم تسوون الظن بحد. انا برايي انه هذا مجرد اعلان بس بالجرايد منشان يقولوا للاستاذ عبد الله انه نحن عنا خبر بكل شيء عم يصير بالمؤسسه. بس هل هن بيقدروا يعملوا هذا المشروع ولا بس اعلان بالجرايد؟ معك حق. لهي اللحظه وما عم يعرفوا يضبطوا امورهم بمشروع المجمع الطبي. انا عندي احساس بانهم متورطين فيه. صحيح. بس السؤال هل هن بيقدروا يفوتوا هيك مشروع مثل مشروع الالبان هاد؟ يا جماعه خلونا بشغلنا هو بس وما في داعي نشمت بغيرنا. يعني برايك نكمل وكأن شيئا لم يكن؟ طبعا. كملوا واتكلوا على الله. على بركه الله. تفضل. بالإذن. حياكم الله. بالإذن أستاذ. يا هلا. ما
أشوف إنك بديت تطمع زيادة. ما في أي زيادة على المبلغ اللي إحنا متفقين عليه. بأخذ منك البضاعة وبخبيها هنا. بعدين ما يكفي إني مخليك تقعد استراحة خوي راكان وتخبي فيها البضاعة. يا كليف، كل دنيا نار، كل دنيا نار. أنت ما يعرف كيف طريقة أجيب بضاعة أنا. بعدين أنا خرب بيت. ما عليك، إذا مشيت معي صح راح يشتغل شغلك مضبوط. بعدين المكان هذا أمان ولا يجي على بال أحد. أوكي أوكي، موافقة، ما في مشاكل. بعدين أنت حارس هنا، وهذا المكان كله الخوي راكان، وأنا اللي حاميك في هذا المكان. ما عاد أبغى أسمع منك أبي زيادة الفلوس، سامع ولا لا؟ أوكي أوكي، سلام. سامع يا كليف، سامع. عمر، شو مشكلة هذا نفر خلف؟ خلف لازم يمشي مزاج حقنا. اليوم ما في زيادة، بكرة لازم زيادة. ما في زيادة، ما في بضاعة. خلي يولي يشوف نفر تاني. فين يشوف نفر تاني؟ هو ما في معلوم غير كومار. بعدين هذا مخ ما في، فكر أنا ما في مفتاح؟ أنا موجود مفتاح. كومار كيف يجيب مفتاح؟ كومار يعرف كيف يجيب مفتاح. هلا هلا براكان، وش ذي الابتسامة الزينة؟ ايه نبي كذا مبسوط دايم. هلا والله براشد، قل ما شاء الله لا تحسدني. لا ما شاء الله، ان شاء الله، يعني ان شاء الله دوم مبسوط. المهم قل لي وشلون الشغل؟ لا الشغلة بالشركة الحمد لله، يعني بدينا نبيع الحين، بايعين يمكن سيارتين. حلو، ترى هذه على فكرة بداية طيبة. دق العقير بعد. برد برد عليه بشو شبي. نعم، وش تبي بعد؟ ايش فيك معصب يا ابن الحلال؟ تراني احبك. المهم لا يكثر، وش تبي؟ يا خوي طيب لا تعصب يا ابن الحلال، تراني احبك وابي مصلحتك بعد. وموضوع الفلوس لا تقول ما خذيتها بعد. لا تطمن. لا خذيتها الحمد لله، لكن انا ما شفت احد دخل الصراف واخذ الفلوس. شلون تبي تشوفني؟ انا الرجل الخفي اللي يحبك، شلون تبي تشوف الرجل الخفي؟ بس تدري عاد تصدقني ندمان. ندمان على ايش؟ يا اخوي مبلغ 150 يعني مبلغ بسيط. وتراني راعيتك، لكن مين مشكله، انت تقدر وانا استاهل، انت تستاهل بخساره علي، مو بمشكله. عاد تراك طولتها، كل شيء طلبته وسويناه لك، وش تبي بعد؟ ما بشي، حبيت اسلم عليك وحشني صوتك. واسمع الحين فجأة كذا ضاق صدري، ما ابي اسمع صوتك. ودي اروح ارتاح واخذ لي قيلولة انقلع. ولا اسمع، على طاري القيلولة، تعرف هالقيلولة انت؟ اكيد اعرف. طيب راح خذ لك واحدة. Thank you.
حياكم الله. الله يحييكم يا اخوي، زاد فضلك. الله يطول عمرك يا اخي. انا بالنسبه لي اليوم عيد، زيارتكم عندي عيد. الا انت شلونك وشلون العيال؟ الحمد لله يا اخي، الحمد لله، الامور طيبه الحمد لله بنعمه. معليش اعذروني يا جماعه، انشغلت عنكم، بالسلام على اخوي، ترى ما شفته مقاطع. الله يحييك يا عمي. يا سيدي الله يديم المحبه بيناتكم، يعني مثل ما بتعرف الاستاذ اكيد ما راح يقصر معكم، بس مشاغل الدنيا اخذته. لا والله اخوي ما حق، وانا اعتذر يا اخوي مقصر معك. لا وش دعوه، وش دعوه انا اخوي. اي والله الا قل لي طمني وشلون العيال، ان شاء الله بخير. ولا وطمني على عيالي اهم، حسمهم متعبينك بس. لا لا ابشرك ما شاء الله، فواز الحين كلها 4 سنين وتخرج ويصير مهندس زراعي. ومقبل بدا يطقطق بالشغل، يبي له شوي يعني تهقى يجي منهم ان شاء الله. يجي منه ان شاء الله. زين زين، بس انا خلاص سلمتك اياهم وانت تصرف معهم، خلاص انت ابوها وسمها. الله يكون بالعون ان شاء الله. الله يكون بالعون. يا هلا والله وسهلا، يلا نتحييهم. اقول ما سواليف ابو راشد تو بالمجلس. أيه. والله يتقطع التبن. بعد هذا ابو راشد هذه سوالفه. خل على الله. لا وين راحت البنيه؟ يا زهره زهره تعالي سلمي على عمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا زهره، شلونك؟ مشتاقه لك، مشتاقه لك، وبعد مشتاقه لك. وانا مشتاق لك، مشتاق لك، مشتاق لك، واكثر مشتاق لك. وش اخبارك؟ شو مسويه؟ الحمد لله قاعده في البيت. اقول اترك الحين كلام عمك وروحي شوفي وش سويت بغدانا. خلصت الذبيحه ولا توا؟ احلى ذبيحه لعيون عمي، الحين اروح اشوف. تسلم عيونك. ان شاء الله عليك. اقول يا اخوي سم، انت الحين لو مخليها تكمل دراستها مو احسن لها من قعده البيت؟ خلاص يا اخي خلاص، اللي صار صار وانتهى. خلاص انس، بس ما يصير وانا اخوك نقعد انا وياك نسولف هنا ورجع جي الجو، خل نروح نجلس معهم نسولف. يلا يلا.